أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ثاني عدد من حصتكم الرياضية الأسبوعية داخل الديزويت في موسمها الرياضي والكروي الجديد. سنخصص عدد اليوم للحديث مرة أخرى عن المنتخب الوطني والمباراة الهامة غدا السبت لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا أمام المنتخب الغامبي في أول امتحان حقيقي للناخب الوطني جمال بلماضي منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني. مع ضيوف الكرام لهذا العدد سي مصطفى معزوزي الزميل الإعلامي اللي غاب علينا مدة طويلة. سي معزوزي مرحبا بك. مرحبا أخ ياسين وشكرا للدعوة. نسيت اسمي واقعي. والزميل الإعلامي اللي جانا كذلك غاب علينا وجانا بالبدلة الرسمية، مرحبا بك زين عامر. مساء الخير ياسين، شكرا للدعوة. شكرا زين. واللاعب السابق العديد من الأندية إبراهيم شاوش، مرحبا بك. مرحبا بك ياسين وشكرا للدعوة. شكرا إبراهيم شاوش. نبداو معك مصطفى معزوزي، كما جاء في المقدمة والجزائريين ينتظروا، المنتخب الوطني سيكون على موعد مع اختبار هام أمام منتخب الغامبي في أول امتحان للناخب الوطني جمال بلماضي. كيفاش راك تشوف المباراة، وهل تشوف أنه في ظل المعطيات اللي أنت تعرفها والجميع يعرفها أنه بلماضي قادر على تحقيق الإقلاع يعني في أول مباراة؟ أولا أخي ياسين، سي با ان اكزامان، سي ان اكزامان بلون، باسكو بلماضي الى هيريتي دون سيتياسيون ما نقدروش نردو كل شيء، نحاسبوه ولا بون. سي تي ماتش ديفيسيل دون لا ميزور او ليكيب ناسيونال سو تروف دون اون كريز دو ريزولتا. في وقت مضى ما كناش ضد منتخب يدعى منتخب غامبيا، ما كناش نديرو الحسابات. مالوروزمون في عهد ماجير دخلنا الشك، شتو كاع ما صرا مع، وحتى قبل عهد ماجر يعني لا كريز دو ريزولتا سي سيتو هذيك الانتفاضه الشعبيه ضد ماجر، خافوا على ليكيب ناسيونال. دونك ولينا ميم دوفون دي زيكيب فابل اون سبوز دي كيسيون. انا نقول اختبار يكون للاعبين، علاش اللاعبين؟ نشوفوا لو روندمون تاعهم، اسكو سو سورا لو ميم روندمون كيما في وقت ماجر ولا il va être différent sur le plan par exemple de l'engagement. دخل مباشرة في 18. هل انت راك تقصد انه اللاعبين كانوا في وقت ماجر يعني قدموا اداء؟ انا جي دياغنوستيكي لو مال contrairement à certains observateurs كيما يقول je vais paraphraser بالمادي hypocrite. لو مال دياغنوستيكي لا كيسيون كي ميريت دي تربوزي، باسكو انا على بالي بليك المشكل في الفريق الوطني ماشي مشكل مدربين، باسكو لي ميم جوار اللي كانوا يلعبوا في عهد الي لوزيتش، في عهد غوركوف، في عهد رايفاتش، الكاراز. لكن المدرب عنده دور، عنده دور. انا لا كيسيون كي ميريت دي تربوزي، السؤال اللي لازم نطرحوه بشده ياك، كي لي لابور دي جوار هادو ايفوليون اون ايكيب اون اوروب في ليكيب ناسيونال. لكن مصطفى انا كيش في نفس السياق من حقك راح نعود لك زين عامر، في نفس السياق من حقك تقول انه، وكنا نعرف انه اللاعبين اكيد عندهم دور فعال في نتائج المنتخب الوطني، لكن بمقابل ذلك هناك لمسه تاع مدرب كذلك، ما تقولناش انه الى تحرك المنتخب. سمح لي وهذا وجدي نتمناوه، انه كانوا دايرين سابوتاج مثلا مع ماجر. انا نتبع الريزونمون تاعك، غدوه ليكيب ناسيونال يربحوا في لا غومبي بالماضي مليح. Tout le monde va dire si est-ce que c'est logique pour le public, l'entraîneur qu'est-ce qu'il peut ramener, la motivation, un discours de motivation, et qui fait il va pousser ces joueurs entre guillemets fainéants la problématique تاعي qui fait نشوف est-ce que les joueurs هذو vont se donner à fond. انا ما نقدرش ان شاء الله الديكلاراسيون تاع بن طالب ابري المهزله تاع الغابون، واش قالك اون بو بلو اون نو بو با جوي اون افريك، اون ني با موتيفي، اون سون لي جامب لورد. مشكل المدرب. لا درك نشوفوا. مي يا جماعه الخير، اون دو اتر براغماتيك. انا كيما قلت باش نكون نزيه منصف، كيما قلت لك بالليك اون كا دي شاك بعيد الشر سي با لونترينور، مي اون كاد دو فيكتوار ثاني ما لازمش نديرو كل 100% بالماضي. ديما شكون نكونوا واقعيين، نقولوا اللاعبين، انا هاد اللاعبين ايزون اون ديت اونفير ليكيب ناسيونال.
أهان الفريق الوطني. أنا كنت فكر في وقت ما جاء خسرنا مع الكاب فير. جم بوز دي كيشي هاو لاعب هنا دوا اللي سابق يقول لك دي فوا يا دي ماتش وين لونترينور ما يسالش دي فوا لي جوار هما اللي يجيبوا لك الماتش. اسكو كونتر كاب فير اون ا بزوان دان لونترينور بور غاني لا سي سي. انا في وقت 86 في وقت جامبو جيت لو فامو جامبو جيت اوزين على بالو في وقت جامبو جيت سي لي جوار خلف دي فوا ما با بزوان دو يعطي لهم لا تكتيك. شيت اون ماشين كان الاستقرار تاع الفريق حتى المدرب. ولكن اليوم باش تقول باللي المدرب ما عندوش دور انا نقول لك المدرب عنده دور. لماذا؟ نعطيك مثال بسيط سامحني لما تكلم على ماجال ما كانش يوظف اللاعبين في المناصب تاعهم هذه اولتها. انت لما تجيب لي واحد كيما يعني لاعب لو افر فرحات انت توظفه يعني في منصب لما هوش منصب نتاعو كوربيس في اتحاد العاصمه كان يلعبوا ظاهر ايمن ولكن انت تلعبوا وسط يعني وسط الميدان اكسونتري ميليو اكسونتري ماهوش منصب تاعو فرحات. اليوم مشكل يعني اللاعبين لما يقول مصطفى يسون با موتيفي لا موتيفاسيون منين تجي من عند المدرب. ولكن اليوم انا نظن ان بالماضي يعني في هذه المقابله هذه بالماضي ما قدروش نحاسبوها ياسين يعني احنا واش نقدروا نديروا كحوصله بعد المباراه ما نشوفوش النتيجه. النتيجه احنا ماذا بينا يعني الفريق الوطني يربح ويعاود يدير ديكليك لان المنتخب الوطني يستحق اليوم ديكليك. ولكن بالماضي اليوم احنا واش نشوفوا يعني رد فعل اللاعبين فوق ارضيه الميدان نشوفوا هل اللاعبين موظفين في المناصب تاعهم. ما تقدرش انت اليوم تقول الفريق الوطني ما لكن زين في نفس النقطه طرح مصطفى نقطه مهمه لانه هناك تلميحات انا فهمته مصطفى وحتى المشاهدين ممكن يفهموا. انت قلت رد فعل اللاعبين ماذا تقصد؟ هل اللاعبين في وقت سابق كانوا ما يحبوش يلعبون؟ انا راح لاعب شوف ما كاش لاعب شوف كاين لاعبين واليوم انا نظن يعني عندهم الحق كانوا يعني كانت اهانه من طرف الناخب الوطني السابق اللي هما فيغولي ومبولحي يعني زويتي اون انا اللي سي دي كوراج لا انا بور مو سي دي كوراج لا اهانهم ياسين نقدر نستدعيكم ماشي لازم تشارك. كاين اشياء لماذا اهانه؟ اين الاهانه اللي تلمح يعني ما جار زين عامر عمل انا أشياء لاعب جاهز ياسين انا ما نقولوش بالتفاصيل ولكن الناخب الوطني السابق دار إهانة وزاد دار اون ديفيرونس يعني دار فرق بين اللاعبين. احنا شفنا يعني الاستدعاءات كيف كانت تتم من طرف الناخب عباك كونتو ديفيزان جروب ما تقدرش تسنى هذه المجموعه. كره القدم لعبه جماعيه ماهيش لعبه فرديه. انت لما الفريق الوطني فرقته من الداخل خلاص ما تقدرش تسنى يعني الفريق الوطني يجيب اضافه. اليوم اللاعبين ما تقدرش تقول لي لاعب بيجي ويسافر باش يجي الفريق الوطني باش ما يلعبش. ولكن دور المدرب مهم ومهم جدا. انا نروح ابعد من ذلك في وقت سابق هذا اللي فاتت كانت الكارثه العظمى كان رابح ماجر شوف كان جمال منات اللي معروف يعني بالحنكة تاعو يعني سيد كان حاكم فرق ولا باس به يعني تكتيكيا في يعني من كل النواحي. سيد إيغيل ما كانش مين بايستاشر اللي زاجوان تاعو هذا الإنسان هذا كسر الفريق الوطني كسروا اليوم بالماضي لا ما قلتش أفو ماجر لي كانس باراتش في وقت رايفات يعني اللاعبين تشردوا لأن فريق الرئيس السابق خلى اللاعبين يديروا ويفعلوا ما يشاءوا. ولذلك أنا أقول لك بعد ألي لوزيت مشينا في فترة فارغ دخلنا دونزان تونال نوار على بالي يعني قوك دوك بالماضي لازم نعطولو يعني الوقت لأن باش تعاود أنت تركب مجموعة وتركب فريق وتعاود ترجع روح المجموعة هذا هو الأهم في كرة القدم. صحيح صحيح إبراهيم جاوش في نفس السياق أكيد أنه بالماضي بحاجة إلى وقت. هو عينا في بداية شهر أوت أنا اليوم 7 أوت يعني الشهر سبعة سبتمبر عفوا شهر وسبعة أيام ما نقدوش نحسبه. لكن بمقابل ذلك احنا جزائريين وانت لعبت كرة كذلك الانطلاقة تحقيق انطلاقة جيدة مع المنتخب الوطني راح تزيد
ترفع الأسهم تاعك، ولا قدر الله في حال حدوث العكس حتى أنه يحظى بهذا الدعم يعني ممكن تنقص. شوف أنا حبيت نوضح حاجة لشيخ مصطفى، توتي شك ولا كما يقولوا نجاح سي لي دو كونترير، كاين نسبة ننسبها للمدرب صحيح ونسبة للاعبين. دوكا البروبليم اللي كان انا حلفت ملي مازيدش نولي اللور ومازيدش نهضر على الناخب الوطني السابق، ولكن خلينا نبقاو مع بعضنا. معليش لا نفهمك برك باش تعرف، في الفوتبول دوكا بالماضي جا غدوه لي جوار يقدروا يديروا ان غران ماتش، صافي با دير كانوا يبيعوا في لي ماتش. باسكو دوك نقول لك علاه، كي يجي نوفو انترينور ديجا يجيب نوفو ديسكور، ديجا عنده لا فاصون جوي تاعو، ديجا عنده لا مانيير اللي يدير بها لا ديسيبلين، فهمتني؟ وتكلم عليها في الندوات. هل هذا الامر يقدر يديرو في شهر؟ يا اسمح لي اقل من شهر. صح خليني نكمل لك. استنى يا اسمح لي، عنده ستيل دو جو واحد تصرح به. معليش انا نعطي لك حاجه برك، نعطيك حاجه كاين ديز، نعطيك اكزومبل، كاين ديز لا في لا كلاس يخرج الشيخ تاع اسبانيوليه ودي دير حاله في كلاسه، يدخل الشيخ تاع لونغلي الذبانه تسمحها. صح. انا واش حبيت نفهمك؟ حبيت نفهمك باللي هذا المدرب 16 تاع سمانه، انا ما حش نقول لك بلي غدوه يلعبوا كي برشلون، بصح كاينه حاجه يقدر يرد لهم لا جوا جوي، يقدر يرد لهم لا فولونتي دو جوي، يقدر يموتيفيهم سي سكون ابيل تكليك بون، ما يقدرش يرد بار اكزومبل نسيتي ان جوار يردو يلعب كيما انيستا، هذه من مستحيلات كره القدم. بصح كاينه حاجه، لو جوار لونترنور يقدر يجبد منه لو ميور الى عرف كيفاش يستعملو. سمعني مليح اليما حنا لو كونطرا اللي كان صاري قال لك الماجر ما كانش يوظف اللاعبين ميم لو ديسكور، باسكو علاه نولو صافي 15 ما خدمش، هذا كان يخدم الي اجور على باله. دوك انت حنا انا نقدر بالك نقطه اللي تقدر تدير له كيما يقولوا تكون له مشكل، تكون له مشكله هي لين اكسبيريونس او نيفو افريكا، معناتها لا ماكش في الفريق الوطني، لا كنت كي تكون تلعب وكمدرب الامر مختلف، يعرف الظروف، يعرف الظروف سيليكسيونير تاع ايكيب. لا شوف فيها بزاف عوامل، حنا ديما نقولوا علاش كامرون مصر نيجيريا علاش كي تلحق كوب دافريك ولا لا كوب دي موند ولا لي زونتين اللي يخيروهم. اسمح لي اسمح لي انا في العولمه دوكا، وعلاش مدربين يجوا من اسيا من امريكا اللاتينيه يجوا الافريقيه ينجحوا؟ لا ما لازمش نلقاو يعني هذيك. لا استنى دقيقه دوك نفهمك انا حاجه، هو قلت لي انت عنده سيستم جاي بلا سيستم الور كو عندنا دي زيكو بلي لو تيران تاع اللي يلعبوا فيه قال لك في وضعيه يعني راح نتكلموا على لا باش تفهمني على بالي الظروف. هذا لونترينور دوكا حاجه باينه، انا جو سي كي لي انتيليجون داير، كي كان جوار كان انتيليجون صافي دير دوكا لونترينور لي انتيليجون على باله بلي راح يتعامل مع المقابله تاع غدوه على حسب الظروف اللي كاينه. راك معايا؟ ماشي با لي ستاد اللي كاينين في قطر. صحيح فهمتني. صحيح مصطفى معزوزي، نتكلموا على اللاعبين، لاحظنا جميعنا عفوا انه اللاعبين عوده الحيويه شفناهم في المطار، حتى في المطار انا شخصيا استغربت انه كل لاعبين يعني قبلوا بالتصريح يشوفوا حيويه في المطار. هل الامر هذا عائد بدرجه خاصه الى اقتناعهم بخيار بالماضي، خاصه انه هذه النقطه ماهيش بعيده عن النقطه تاعك انه لاعبين في وقت سابق ممكن ما كانوش حابين يلعبوا، ليس بيع للمباريات لكن ما كانوش مرتاحين في المحيط اللي كان فيه المنتخب الوطني. ايه ميدرك علاش انا ما فهمتش حاجه، علاش نكذبوا على روحتينا كي سمعنا كي سمع ابراهيم نقول مشكل تاع الفريق الوطني كان في وقت ماجر برك. انا عندي لا كونسيونس تاعي سيلفو نقابل كاع الشعب نقابلو باش نتفاهمو. انا ماجر بور موا الي فيكتيم باسكو حنا خلينا نحف في بالماديم صافا باش 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 نارغومونتي باش يسمع الشعب، ما تجيش باش نهضر لك يا ياسين، جيت باش يفهمني الشعب. شوف ماجر خلينا نحف في بالماديم اتاكينا لي جابو ما نوصلوش لهذا الشيء باسكو سي تا موفي جوا. خلينا من الموفي جوا هذا نولي لك لا كريز دو ريزولطا
كي راك تقولي نتوما راكو تقولوا بلي كلا جوا تجوي تولي مع بالماضي. انا نشفى درنا ماتش نيل مع الكاميرون برومي ماتش دي زيليميناتوار بور لا كوب دي موند ماتش نيل مع الكاميرون في تشاكر لي جوار تمردوا على ايه ils ont fait un acte de rébellion contre Rajevac تحاوز Rajevac صح ضخ ضخر ورا المطلب هذا سيتي اونتو سيتي سكوندالو تكلمنا عليه مصطفى ماشي واش حبيت نقول لك داروا لا رينيون لي جوار واش قال قالوا نتحملوا المسؤوليه تاعنا ونجيبوا النقاط تاع النيجيريا شفنا واش صرا في النيجيريا خلينا نقول لا لا جوا جوي ولات في لي فوتو انا شفت حاجه ما مازالها تعود حليمه الى عادتها القديمه شفت لي جوار انا بالمخايد لكن من حقه فريق دائمين خلينا مصطفى من حقه انا والله الرحله طويله أنا من حقه يرقد في الطياره هل هذا هو المشكل تاع المنتخب انا سمعت بالماضي انا كنت في لا بروميير كونفيرونس سمعت بالماضي اللي عيتي كوريكت خاطر حنا ما نجيوش نتفلسفو هو الى دي باللي كان ولا ما تحاسبونيش على البرومي ماتش بوزيتيفمون نيجاتيفمون الوغ غدوه ما تقولوليش باسكو لي جوي سون دوني افون سي 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 بالماضي حنا اون دو دياغنوستيكي لو مصطفى لو ماتش شوف قسما نهار نفهمو باللي لو بروبليم اللي ريزيد في لي جوار هادو لا جينيراسيون كيما هادو ما نقدروش نربحو الكاب فير ما نقدروش نربحو زيمبابوي ما نقدروش نربحو السينيغال بلي رومبلاسون واشاك فوا تردوها على لونترينور اي ونحاسبو شويه لي جوار هادو كوني لو كوراج هاني مخايد مصطفى لا فوالا كوني لو كوراج دو دياغنوستيكي لو مال يبوزي اون سول كيسيون ازين بوركوا ياك بوركوا المحرز مش دون با افون لكن مصطفى معزوزي بوركوا ان بن طالب مش دون با افون لكن مصطفى معزوزي ليس ابراهيم فقط في نفس السياق باش ما ننساش تفضل راه باش ما ننساش برك على بالك زين الدين زيدان لازم تولي تمد ان اكزومبل لي قالوا له واش هي الحاجه اللي واعره في 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 وجه الباساج تاعك في الريال قال لهم شاك سيمين شاك سيمين جو دو ريموتيفي تحوس على كلمات لي جوار على بالك تعرف واش تعرف نقول لك حاجه ولا ما نقولكش تقدر تدي طلوه ليك دي شامبيون اسمع مليح بصح لو كاين ماكوش عندك الديسكور باسكو ساعه ساعه هذا العولمه اللي كتهضروا عليها الانترنت مي سي با فيسبوك وسب الناس سي تدخل شوفهم حطوا الديسكور تاع كارديف تاع لا فينال في لا ميطون كي كان ماتش نون مع لا جوفنتوس اسمعوا الديسكور تسمعوا واش قال هذه فينال علاش قلت لك انا باللي الناس بكلمه تقدر تردو غلادياتور صحيح راك فهمتني صحيح مصطفى قبل ما نروحوا زين عامر فقط نعطيك مثال بسيط انت مصطفى معزوزي تقدر انك تشتغل في مكان معين ما تكونش مرتاح فيه هل راح تقدم كل ما لديك بكل صراحه علاش نلوموا اللاعبين تاع المنتخب الوطني داخلك السؤال علاش نلوموا اللاعبين تاع المنتخب الوطني يقدر يكون انهم ما ساعدهمش المحيط ما ساعدهمش المدرب علاش شاك فوا اي سون فيكتيم هاوليك الديفو تاعنا هل الخيارات صعيبه كل الخيارات منذ رحيل غورفي نتايا منذ رحيل غورفي اسمح لي نتايا نتايا نتا راك والي راك والي تاع ولايه ما هكذا يبدل شاف دي غوفيرنمون يكون واحد تخدم افون يكون واحد اخر ما تخدمش افون هل هذه ثقافة الدولة؟ جوار كيف كيف؟ إنا باس يا أخي نسمعوا لي ديكلاسيون يقول لك سي با نوتر بروبليم لا ديزينياسيون دان اونترينور سي دو روسو دو لا فيدراسيون حنا نو سوم دي جوار عندهم نو سوم ابلي اونوري هذه لي كولور ناسيونال مصطفى عندهم حق ولا 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 نخيروا لهم لي زونترينور لا ماشي نخيروا لهم الحق مدرب في المستوى زين عامل نفسية كاين حق تحفظ دوك اللاعب ما يقدرش يحكي لك كل الاشياء يعني هذه معروفة هذه دوك اللاعب لو كان يحكي لك يعني كل ما يجري في التربصات في الفريق الوطني ماش ماش حتخلص باش عاد تخلص الحكايه لكن فضل كاين فراس اخويا انتوما تهضروا والله قسما عظما وكان بولحي واسمو فيغولي وفيغولي ايزون بودي ليكيب ناسيونال افيك ان اوتر اونترينور والله عاد تقوم القيامه باسكو افيك ماجير ياك افيك ماجير انا سوتني لي جوار ما تشوف لي شجاعه واش قال لا لا انا نبعث لك ليكيب ناسيونال كيلك سوا لونترينور جي فهمت بصح استنى سي كراس استنى استنى انا شفت محللين لا 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 بالقدامى بصح استنى يقول لك مصطفى مصطفى حبس مصطفى لا 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 هذه سي لاكروش حتى ابراهيم حتى ما نعودوش مصطفى نتكلموا على المنتخب الحالي دقيقه هذه باش ما ننساهاش اسكو كي جا ماجر
برومي ماتش تاعو الا كونفوكي مبولحي وفغولي نو حتى تزيرت عليه باش كونفوكام سي بور سا لا ريكسيون تاعو خلينا نتكلم على ماجر زين عامر زين لا 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 مست... زين عامر سؤال معاك واش راني نقول لك مصطفى صحيح زين عامر كنت قالهم من الاول لكن هناك نقطه اخرى كذلك نشوفوا الالتفاف حول الناخب الوطني جمال بالماضي وهو امر محمود وكاع رانا فرحانين لانه لازم جميعنا نلتفوا حول المنتخب الوطني هذا الشيء صحيح لازم يعني لكن نقدر نطرح لك سؤال لانه مصطفى معزوزي يحب المؤامرات والحديث عن المؤامرات لماذا هذا الامر ما توفرش عند مدربين سابقين لا شوف يعني شوفوا الالتفاف تاع جمال بالماضي وهو امر محمود انه التفاف كبير عليه احنا مصطفى واش ماهوش فاهم احنا دوك ماهيش حابين نولوا يعني عبر التاريخ كاع واش صرا يعني فهذوك واش صرا على بالنا سامحني ولكن في وقت ما وعلاش انا نجبدوا ما جا لان وقت هذا او قريب او غير هنا وانا دوك في وقت ما جار صراو امور خطيره اليوم يعني شفنا الصور شفنا في البرتغال كيف يعني قعد مع اللاعب يعني شفنا حتى شخصيه يعني الانسان كيف كان يتكلم اليوم يعني وعلاش بالماضي الكل راهو يعني نقولوا متفائل لهذا المدرب سامحني ماشي جوجي ماشي جوجي لا 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 مصطفى مصطفى ما رانيش جوجي ما رانيش جوجي لا 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 جو سوي اوبجيكتيف جو سوي اوبجيكتيف شي بون تران جوجي الانسان مصطفى انا شتك انت تكلم انت قلت بلي قنعك في الندوه الصحفيه الاولى صح ولا ماشي صح صح ولا ماشي صح سامحني راك متفائل راني متفائل سامحني متفائل باللو ديسكور سامحني علي نقول سامحني واش راني نقول راني متفائل وعلاش الكل راهو يعني يمشي مع بالماضي نقول لك علاش راهو يمشي مع لان الي كويرون دون سكيل دي بالماضي كي يتكلم باشياء يعني حقيقيه سي جو بال باب حتى قبل الكلام تاعو لما زين في نفسيه حتى قبل عفوا ابراهيم حتى قبل الكلام تاعو ندوه صحفيه الجميع سامحني قالها الجميع الانسان شوف وهذا امر محمود احنا ماناش نقولوا لماذا نعطيك مثال احنا نقولوا انه شوف هو تكلم على شيئان دوك نعاود نجبدهم لك تكلم على زيدان والديسكور وكذا زيدان قبل ما جاءوا الى يعني كالمدرب الرئيسي لريال مدريد ما كانش يا كان ادجوان يحكم فريق اول ميزابار ليكيب ريزيرف تاع ريال دو مدريد هكذا اليوم بالماضي كي جانا الفريق الوطني 10 سنين في ميدان التدريب عنده هذاك الشيء اللي يعيطوا له في كره القدم ايضا يعني سي لا شونس دو ديبيوت هو ملي بدا غير يربح في الالقاب يعني غير صحيح. يربح ويعني لا كو الى غاني اون كونفيونس كيما لاعب لما يعني تعطيه الفرصه وابراهيم كان لاعب تعطيه فرصه كشاب يدخل ويتاقلم ويلقى راحته يعني ما يقدر غير يزيد يعني يغاني اون كونفيونس اون اكسبيريونس هذاك واش يخليه يولي ان طري بونجو اليوم المدرب الماضي هذا واش خلاه يعني الظروف اللي عمل فيهم والفرق اللي حكمهم ربح الالقاب زاد حكم فريق وطني في قطر ربح لقب معاه يعني باش تشوف بالماضي عنده كل المؤهلات اليوم حبينا ولا كرهنا جانا انسان اللي كان خدام واليوم انسان هذا كان لعب في الفريق الوطني ويعرف يعني الظروف وهو يعني عاش ظروف صعبه في وقته ماهوش عاش هاد الظروف اللي وين اللاعبين اليوم عندهم كل الامكانيات رحله خاصه عندهم يعني مركز سيدي موسى بالماضي كان عايش في ظروف اخرى ويعرف يعني واش يحب يقول الفريق الوطني يقدر يوظف الكلمات يقدر يعمل ان ديسكور باش يشجع اللاعبين تاعو وهذا الشيء اللاعبين ياسين لاعبين ماهمش نوايا اللاعبين كساسوا فريق نادي عادي ولا فريق وطني اللاعب كيدخل الى ارضيه ميدان ويشوف المدرب كيف يتكلم معاه على بال كيف يتعامل مع المدافع هذه عنده الحق مصطفى ولكن ماش نقولوا باللي اللاعبين يفون اكسبري ولكن كي كنت عندك مدرب ما يعرفش يوظف ما يعرفش يتكلم وما يشاور حتى بالماضي هو جاب يعني ستاف تكنيك تاعو وكيف عمل يعني لو ستاف تكنيك تحس باللي هذا الانسان راه يتوفر فيه دور يعني الشروط تاع النجاح ماش نقول لك باللي ينجح ولكن لازم له يتوفر لازم له وقت ولازم له نواه يخدم معها صحيح. مع الوقت صحيح ابراهيم شاوش في نفس السياق في هذه النقطه بالتحديد نقدر نقول لك كذلك أنه ممكن ولا عندنا كجزائريين عامة وعي أن المنتخب الوطني وصل إلى مستوى الحاضر ولازم نلتف حول الناخب الوطني حتى لو كان ما جاش بالماضي اسم واحد آخر كان شفنا هذا الالتفاف هل تشوف أنه هذه يعني الفرضية تبقى كذلك أقرب إلى المنطق؟ لا لا نشوف جو بونس باللي tout ce qui se passe autour de l'équipe nationale هكذا لا فيني تاع بالماضي كيفاش لاقاوه الشعب كيف فرح بون بوزيتيف سي بوزيتيف هذه الاولانيه ولا دوزيام دي شونس الناس يقول لك مصائب قوم فوائد عند قوم مصائب قوم فوائد عند قوم مانيش غلط صح اترافيرس كي سي باسي مع ماجر
شافوا وين لحقت والور كو بالماضي سيتي ان دي شوا ما قبل لا نوميناسيون تاع ماجر سيتي في هو فوالا باش نتفاهموا خرجوا بالماضي وزيد نقول لك ثانيك نقطه واحده اخرى شوف هذه هي الحقيقه شوف كملوا الاجتماع كملوا خرجوا بالماضي خرج رئيس فيدرالي عاود ولا قال لهم لا صح معليش خليني باش نفهمكم برك التسلسل كيفاش ومن بعد هذيك اونكور اون فوا نحو ماجر ما يخموش فيه سيتي ان بلون سي باش يكون في علمك باسكو واحد يقول لك مدرب عالمي خرج رئيس فيدرالي يقول لك نحكوا الحقيقه الحقيقه معليش خلينا الحقيقه ان الوزاره حتمت على الفيدراليه باش تجيب اليلوزيت اليلوزيت ما قبلش ما قبلش ما واحد ما يكذبش على الشعب ومن بعد زادوا شافوا ينطر سامحني دوكا تقول رونار ولا ماشي رونار لكن سامحني اليوم المشكل في الفيدراليه لان كاين اعضاء اخرى تتدخل في مهام ما كاش واحد مستكلف باش هو اللي الكونتاكت نورمالمون سي حكيم الدنكي كونتاكت لي زونترينور هو اللي اسمع اليوم لا لازم تقول الحقيقه لازم كي تكلم كلم معليش شوف معليش حنا نولو دوك حنا دوك بيت القصيد سي كو انو جاب الماضي داروا له ونزيد لك نزيد لك شيء برك مهم قبل ما ننسى الاضافه الناس اللي كانت تتهم في حكيم الدان هذه الحكايه على ليست ما ليست حكيم الدان سيتي لو سول كي فولي بالماضي صحيح و دو لا دي زوتر نو اللي كانوا سيتي هذه يعني التاريخ كيما يقولوا واحد يقول الحقيقه صح انا خلينا هذوك هذو الاشاعات هذو ما نقدروش حنا واش الناس واش تهضر نسمعوا ونامنوا كلش كاين بون كاين اللي يعرف خبايات تاع كره القدم هذوك خلينا تكوتي صح انا واش حبيت نفهمك سي انو لقاو باللي يا با ميو كو تجيب هذا المدرب اللي عنده المواصفات وزيد اون بلوس لو سالير تاعو ما راهوش ضخم معليش انا لا واش راني نقول لك و اون بلوس تانيك ان اونترنور اللي كان خدام ويلي جون ويعرف العقليه باسكو نحبوا لنكرو نقولوا كلمه هو كعايش في فرنسا ولكن ابراهيم انا انا كاين عفسه برك لكن ابراهيم انت ممكن نفهم السؤال الالتفاف الشعبي ما يهموش لي ديطاي هادو لما تقول لي بلونسي انا يعني واش عجبني يعني في مده العقد يعني يا اون سيرتان كونفيونس لا سامحني تقول لي بلونسي ولكن فيدرالي ضات له عقد تاع 4 سنوات على الواحد يكون الحق مدى المتوسط قال لك عسى ان تكرهوا شيئا ويكون خير لكم بالماضي هذا ربي يحبه جاب له كونطا تاع 4 سنين قال له هاك بين واش تعرف دير ويقدر ينجح بصح هما ايزيتي با انا نقولها لك صراحه لا فيدراسيون ما كانش دايره بالماضي 100% كوم خيار فهمني صحيح صح معليش الالتفاف الشعبي الناس فاقت شافت وسرا بار لو باسي شافت باللي الناس الهضره في البلاطو ما تكفيش سي لو تيرا اخويا قال لك جيبو عطيه لا شانس دوك انا ولا هذا ولا انت واحد ما يقدر يجيجيه حتى حتى تعطي له ان بيريود تاع خدمه ثم يحاسب صحيح مصطفى معزوزي بالماضي رغم الالتفاف الشعبي وحتى الاعلامي بين قوسين حوله لكن جاء في ظرف يعني صعب على اعتبار انه تسلم المنتخب الوطني منذ فقط شهر وعنده مباراه رسميه غدا امام غامبيا وش هي الأسلحة اللي تشوف اللي بالماضي راح يستعملها حتى أنه يعني يطلع الأسهم تاعو وحتى يضمن الانطلاقة المرجوة للمنتخب الوطني على اعتبار أنه ضيق الوقت شوف شوف دابور يفو اناليزي لا سيتياسيون كي تاناليزي لا سيتياسيون لازم ناناليزيوها بالعقل ماشي بالسنتيمو احنا لي سيبورتو تاع ليكيب ناسيونال بزاف العاطفة نتكلموا بالعاطفه قلت لك انا سكيما 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 شوكي في وقت ماجير سي باك لو فات كو ماجير كان مليح وكنا ننتقدوه على بالنا بلي ما عندوش لي كومبيتونس على بالنا بلي ما يستاهلش الفريق الوطني باسكو ما خدمش انا سكيما سكيما شوكي كيما انا كيما لا بليبار جيماجين سي كو كلي كانوا ينتقدوه ما كانوش في المستوى على بالك انا في الجزائر بلومبي كريتيكي بيلوت ماسوي كريتيكي طبيب دونك تجيب واحد في وقت الوراوة كان يبيع ويشري لي ماتش جاو لي بلاطو هما ماشي نزهاء ويكريتيكيو دونك الشعب كره الصحافة يفو دير لا فيريتي ما يحبوش الصحافة الجمهور ما يحبوش الصحافة هذه واحدة ما يحبوناش عندهم الحق انا كنت نقول وكاين لي زارشيف انا قلت نو سوم 70% ريسبونسابل دو لا كلونشارديزاسيون دو فوتبول ناسيونال هكذا خلينا بالماضي تما ماشي لي جوار حنايا صحاب تما ماشي لي جوار لا داك تقول لاعبين على لورغانيزاسيون درك في حال اللاعبين ولا صحاب انا تقول لي مصطفى محلل تاناليزي لي الماتش نعطيها لك نقول لك انا خاطيني
انا جو با تاناليزي تكنيكومون علاش عطيناها لك انا حسبت انا جاناليز لا بوليتيك لا بوليتيك جو لاماليز انا نقول لك بالماضي وين قنع الشعب مصطفى مع الاستقرار وين قنع الشعب ما قنعوش باسكو جابو بالماضي شافوا لا كونفيرونس يا اخي درتوها اون ديريكت صحيح شافوا لا كونفيرونس شافوا ان ديسكور لوجيك نقول لك انا حضرت في لا كونفيرونس انا جيرت لي تروا شوز من الى اكسبتي لا ميسيون سويسيد ما خافش من المسؤوليه ثانيا الى ايتي كوريكت قال لك سي ليكيب ناسيونال ترافيرس اون كريز دي ريزولتا نتحملوا كاع المسؤوليه ماشي غير المدربين الى دياغنوستيكي لو مال صحيح طروازيامون حب 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 يرد الهيبه تاع ليكيب ناسيونال كيفاش باسكو يا ان جورناليست قالوا كيفاش لوبجيكتيف جيماجين بليك لوبجيكتيف سي با لا دو غاني لا كوب دافريك 2019 مي 2021 واش قالوا نو جو بو باراتر فو مي انا نروح لا كوب دافريك باش ندي لا كوب دافريك سي نورمال اللي امبيسيو صحيح هادو ديجا عجبك ثالثا رابعا باسكو صرات لازم نتكلموا عليها صرات اون بوليميك مع لا بريس انا لا بروميير كونفيرونس جيتي شوكي اون طونك جورناليست تشوكيت يا سي لازم تكلموا الحقيقه فوالا نتكلموا الحقيقه تشوكيت كيفاش انت تبوزيرو لا كيسيون تقولوا جمال سي تا مونك دو ريسبي كيفاش حبيت يقدرك هذه واحدة انا كنت نحضر في لي كونفيرونس تاع رايفات علي لوجي تقول مسيو بوركيف مسيو رايفات مسيو علي لوجي هل العقد نحو الاجنبي جا 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 بالماضي جمال بالماضي ولا تبوزيرو لا كيسيون بعد تروح تكونيكتي ولا تقول من حقه بالماضي وش تصرف يعني النرفزات يعرف هو عنده اناتو انيستيمابل انا بور موا عنده اون اوكازيون اونور سي كو L'opinion sportive nationale est معاه دونك ما كاش الضغط ميمي يخسر 2 3 ماتش الشعب يكون معاه لكن ضيق الوقت ضيق الوقت لا مي ضيق الوقت ضدو ما نقدروش نحاسبوه ولا تقول لي نحاسبو بالماضي الجزائريين ونعرفوا بعضنا مصطفى لو كانت تكون خساره لو كانت تكون خساره لا قدر الله والله غنجيو البلاصه وبعض المحللين يبداو يتكلموا ان شاء الله ما نغلطش يعني على بالي انا ان شاء الله ما نغلطش مي جو سيك تصرا Il a un groupe صعيب un groupe qui a par le passé avec sur les repris de justice qui t'a donné les repris de justice t'a donné à eux بالخوف فهمتني parce que c'est داروا سوابق داروا سوابق واحد اللي كان انديسيبليني في وقت ما ودرك نشوفوا شبه اللاعبين مسجون لا 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 سي تان اكزومبل راني نقول لك لا ميسيون تاعو انا جوي بوزي لا كيسيون قلت كيفاش راك تتعامل مع لي جوار اللي داروا الانقلاب مع رايفات اللي ما يحبوش يجيو ليكيب ناسيونال لكن جاوبك انا نتذكر جاوبك قال لك الانضباط راكم تكلموا عليه انا الحمد لله فرحت انتوما كل شيء قال لك كل شيء جيد في المنتخب او رومي لي كونتور انا ان شاء الله انا في وقت ما جير ما كريتيكيتوش الوغ ما نتروش في كريتيكي بالماضي انا سيد هذا نخليه يخدم اون دو لو ليسي ترافاي حنا شوف نديرو حاجه نفتحوا نقاشات ياك ما كاش اوكي جوار لوكال دروك عنده الحق ما عندوش الحق راح نتكلموا على النقطه قبل هادشي نروحوا لفاصل اعلان وانا نعطي انا يعني اعطي لي برك دقيقه ياسين لما يتكلم لك عنده الحق انا يعني قبل ما نولوا الندوه ويقلع النفاق عنده الحق لان اليوم الناس راهي تنوفق في الصحافه واحد ما يكذبش بالماضي عاش مع القدامى الصحفيين القدامى وهو يعيش مع الجيل الجديد يعني او يشوف يعني لكن كلمه نفاق البعض يراها انها قاسيه ياسين لا ياسين انت تعرف لما تقول واحد منافق نوعا ما ولكن ياسين بالك هو عباك دوكا العربيه هذه تاع صحيح صحيح هو بالك ما وظفش الكلمه المناسبه ولكن في الفون لو فون خلينا ملاف عنده الحق هناك نفاق ما كذبش دونك مصطفى قالك 70% ما عطيكش بالبورسنتاج ولكن هناك نفاق شفنا واش صرا وشفنا كاين ناس يا ودامي يفرحوا حابين الفريق الوطني يخسر شوف حتى ما جار روح لك ابعد من ذلك ما جار فك واحد الندوات كان عنده الحق كاين الحق لازم يقال كاين صحفيين يعملوا شوف يدير شوف شو لا نتعرفوا كاع بيناتنا ابراهيم غير ما كان لا الحمد لله انا نعيشوا في واحد الوقت وين دوكا شوف حتى الدوله اللي اون طران دو سيفي
شوف لازم هاد الناس دوك الحق الوقت باش يخلصوا باسكو كاين صحفي يا خويا كاع نجوزو في الميزان هيا نجوزو كاع في الميزان ترك صحافي ونشوفوا ما معنى صحفي ما تقدرش تقيم يقدر واحد يقيمك كذا يقدر البعض يقول لك زين عامل ومسير راهو يعني راهو موش محايد ما يتكلم على لي زابتيتود ولا لي كومبيتونس كل واحد كيما يقول كاع نجوزو في الميزان حتى انت زين عامل تتهم انك ماكش محايد معليش يقدروا اننا انت تلقيت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي واش قالك مصطفى زين عامل ما قدوش نقيمو كل واحد يقيم اخر ماشي نقيم الصحفيين ماشي نقيمهم انا يقول شو كي تجوز في الميزان واش هو يتكلم جمال بالماضي ماهوش هو يعني او على حق لان كاين اشياء اليوم يعني هذا الفريق الوطني دوكا شاك فوا يجي واحد لازم نلقاو ياك تكلم على هذا يعني المشكل تاع المحليين ولا الاخر اليوم سامحني انا زوك خلينا من هذا اليوم تكلموا على الحقيقه اليوم تكلم لي على البطوله المحليه سامحني عندك بطوله محليه اليوم عندك ورا ميزابار يعني باش ما نظلموش الاقليه تاع اللاعبين اللي عندهم دي زابتيتود ودي يعني ايسون بون فوق عفسه وحتى المدربين اليوم شوف كنا نتكلموا على مشكل تاع لا فورماسيون ما عندناش اللاعبين ما عندنا حتى المدربين يا عجب رانا نجيبوهم دوك من البلدان المجاوره تفضل ابراهيم تروحوا الفاصل باسكو انا اون طونك فوتبولور تعاملت بزاف مع الصحافه سي لوجيك بصح كاين حاجه احنا ما نقدرش نجمعوا كاع الصحفيين اسمعني ماكش فاهمني ما راكش فاهمني معليش اسمح لي والتقييم خلي للشعب مام الصحفي كيفاش دوزيام كونفرنس دو بريس دوزيام كونفرنس دو بريس دار 23 اسمح لي تقول له علاش ما جبتش المحلي وقال لك ما جبتش نهضر على هذا السؤال اسمح لي هو ديجا راهو سبقها له شوف بالماضي الى فورت بيرسوناليتي ومقبل ما يجي اتوديا كاع لي بارتي كسو سوا لا بريس كسو سوا الشعب كسو سوا لي جوار كسو سوا لي ديريجون تاع لافاف اتوديا ما كان يعرف كان يتبع شؤون الكره الجزائريه الجزائري لا الي طريبي انا نقول لك الي طريبي انفورمي يا ويعرف يتبع كي جا قال لك جو في ريدريستيبي لي كارت معليش هذه حاجه باينه صافي دير حيط لي جوار مام لي ما كانوش فاهموا بيناتهم على بالنا لي بروبليم اللي كانوا عاود هو تهمو المجموعه قال لك نعاود نرسودي الجروب ما يهمش بصح جورناليست كي هو او قال لك انايا بور لو ماتش دو لا غومبي هاوليك تروح تبوزي لو كيستيون اولور كو شتو هذاك لو جورناليست واحد منهم بوزا لو كيستيون على المحلي على الماجر كي كان ماجر هو لو ميم لي بوزا لو كيستيون قال له وهذوك المحترفين علاه على رديت انا كاع محليين يتسمى يحوسوا غير وين كاين لا واصلوا النقاش احنا فاصل اعلاني مشاهدينا الكرام فاصل اعلاني ثم نواصل اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من حصتكم داخل ديزويت مع ضيوفي الكرام لهذا العدد مصطفى معزوزي وزين عامر الى جانب اللاعب السابق ابراهيم شاوش مصطفى معزوزي دائما نواصل الحديث حول المنتخب الوطني والخرجه المهمه غدا امام المنتخب الغامبي طرق زين يعني سبقني قبل السؤال عدو لافونس حول اللاعب المحلي شفنا جمال بالماضي يعني كان رده قاسي البعض كل واحد وكيفاش يفسرها البعض يرى انه ممكن ضاعت له الكلمه لانه هو هو مفرنس ممكن ضاعت له كلمه كانت ممكن قاسيه عند البعض لانه كلمه نفاق هي كلمه قاسيه نوعا ما في حين البعض الآخر يرى أنه كان على حق كما قال زين أنه هذا هو الواقع تاع البطولة المحلية بعيدا عن الكلمة اللي طرقنا لها مع زملائنا يعني سابقين نتكلموا على الخيار اللاعب المحلي بعدم الاعتماد عليه في المنتخب الوطني هل اتفق مع الطرح تاع الناخب الوطني جمال بالماضي شوف الأخ ياسين قبل ما نجاوب على السؤال تاعك نقطة مهمة في لا دوزيام كونفرنس دو باريس هذه لا فاموز ريبوست هذه لا غريسيفيتي هذه تاع بالماضي شغل انا نعطي له لي سيركونستانس اتينيونت علاش باسكو سي كلكان كي ديفيني لي ريغل قال لك الصحافه نتعامل معاها باحترام ما فيش مشكل بون لا فوت سي انو زينكوم حنا لازم نحترموا روحتينا باش يحترمونا الناس راني نقول لك ماشي غير بالماضي درك اللي يسعى بروبليم روح تشوف لي ريزو سوسيو
راح شوف لي ريزو سوسيو سي فري انت درك انا ندير كونفيرونس حتى مع مدربين سابقين كل صراحه انا يعني ننتقدوا انفسنا كذلك انا نجي ندير كونفيرونس باريس على الماتش تاع لاغيني لاغومبي ياك سقسيني على الماتش تاع لاغومبي ما تخرجليش من الموضوع كاين بعض الصحفيين هذو يروحوا يكوفريو بار اكزومبل تاع المعاملين الاقتصاديين كونت يبريزونت ان نوفو برودوي يبوزيو على النوفو برودوي انا حضرت في وقت الوراوه كان يدير كونفرنس بريس مع متعامل هذاك يدير كونفرنس بريس ومن بعد كاين بعض الصحفيين يبوزيو له لا كيسيون الوراوه على ليكيب ناسيونال اللي ركادري يردهم تمتم يقول لهم ما تجيناش نهضروا على ليكيب ناسيونال جينا نهضروا على البرودوي هذا صحيح هذه ديجا قله احترام بالماضي فهمتني نولي لك مادام طرقت النقطه هذه على ليبوكريزي على ليبوكريزي انا سمعتو بيان جي بيان اونطوندي قال لك اريتون ليبوكريزي قال كي نجيبو لكم لي لوكو تقولوا جيبوا لنا لي بي ناسيونو كي تجيبوا لي بي ناسيونو تقولوا لي لوكو ما لا هو رفض التفريق سمح لي هو قال لك انا اللي عنده اس 12 يلعب في ليكيب ناسيونال هذا هو التيرا هذا منطقي ايه صح داكور انا اليوم انا فرحت حاجه انا فرحت في حاجه سي كو بالماضي نزايد احنا بعض الاطراف اللي هاي تنادي مازال برك نعيطوا لازم نعيطوا يا ياسين نتعاونوا كاع الصحافه اللاعبين القدامى باش نولي باش نحبسوا سياسه الاحتراف هذه انا سميتها سياسه الانحراف لازم نعاودوا نوليو لاماتوريزم بالماضي هاو جا جديد ليكيب ناسيون ان موا الى ركوني بلي ما عندناش شامبيونه ما عندناش ان شامبيونه كي كوت دي سونتين دو مليار ما نقدروش نسعوا ان جور في ليكيب ناسيونال نورمالمون هنا زدت شي يدير رينيو اكسترا اوردينير اوفيرت ماشي غير بيرو فيديرال ما يسكتش اشي غراف سي غراف ولا غير سي غراف جينا الوقت وين البطوله هذه المنحرفه ياك ما تقدرش تعطينا جوار دونك لو دياغنوستيك الي في اجوست اجوست ريزون انا جو سوي داكور مي انايا اليوم راني حزين انا معروف عني ندافع على اللاعب المحلي جو ديفون ليكيب لاعبين محليين ما فهمتنيش مي غير ديك الحال غير ديك الحال باستثناء بالضبط ما كاينش غير ديك الحال انا سليماني سوداني بن سبعيني جامي يلعبوا في البطوله لا غير ديك الحال صافو دير عبا كاينه مقوله قال لك ويلو لقوم ياكل ما لا ينتج حنا ما راناش ننتجوا دونك هذا لا لوا باهاماس اللي طابلي صاريتي فرنسا دروك ما تجيش تخدم لنا هكذا كيفاش صافي ما ساعوش ليكيب ناسيونال ولكن كاين هل انت راك متفق مع الطبيب بالماضي خلينا دروك هو الا في ان شوا مي ما رانيش داكور يا جماعه الخير اي دو اسومي سي شوا انا حضرت كي نوليو الكومبورتمون تاع لي جورناليست نتكلموا على السؤال بكل صراحه الذي طرحه الزميل في الندوه الصحفيه هل تراها حرية التعبير ومن حق أي زميل يسأل الناخب الوطني أي سؤال أم ترى أنه هي محاولة باش كما نقولوا بالعامية نقلقوا بالماضي وماش في مكانها لأنه الأمر يتعلق قبل أيام فقط والله من مباراة غومبيا أنا بكل صراحة يعني تكلموا على السؤال تاع رمي القامي حرية التعبير يعني كما قالك مصطفى مكرسة دوكا باش ما نولوش لهذا الشيء هذا ولكن كاين الوقت ياسين دوك مدرب هذه في كل بلدان العالم كي يلحق مدرب جديد سواء في نادي ولا في فريق ولا يعني نيمبورت كال ستركتور كي يلحق مدرب لازم لك يعني شويه احترام يعني تشيل مي الاز مثلا يعني انت كي تتكلم على قضيه يعني رمي القميص ما يعني واش عطي لي يعني الله فاي شوف ما حتى يعني هذا هو النفاق سامحني انا واش مانيش فاهم سامحني مازال ما كمل وعلاش انا ما فهمتش في كل بلدان العالم لا فاي دون رونكونتر دان ديبلاسمون تاع فريق وطني الناس ال بروفيت دو بوزي دي كيسيون سور لو بلان تكنيك سور لي جوور لا فورم دي جوور اسكو جاوا في فورمه جيده هل اللاعبين ماهمش مصابين هل يعني هم الاسئله تاع الصحفيين الرياضيين يتكلموا على سور لو بلان سبورتيف حنا ما فهمتش كي والندوة الصحفية كاين دي فوا يجيك واحد يرمي لك اون بيك دوك انت كيتكلم على القميص هو ضحكها فهم الي با كون بالماضي فهم بلي هو اللي وعلاش يعني هو المقصود ما مش يتكلموا على اللاعبين تاع الفريق الوطني هو كما قالك مصطفى الا ديفيني لي ريغل في الشوط الاول تاع لا بروميير كونفيرونس دو براس قال لك لا ديسيبلين فصار لو شوفال دو باتاي تاعي ما كاش لي يخرج من القوقعه هذه ولكن اليوم لما يعني تتكلم توري بو كصحفي
de chercher d'autres mots. قال عباك يا توجور une manière subtile de poser des questions. فهمتني؟ ولكن هو par exemple يقدر هو يريبوندي لك على اشياء. par exemple تقول له monsieur Belmadi pour vous c'est quoi les écarts disciplinaires واش ما تسمحش؟ شي تقول له انت راه ملي القاري لا سؤال ولا... سؤال كان الاستفزاز بالماضي كان واضح انت تتكلم مقبل عليا انا نتقبل انا يعني لا كريتيك الحياديه هذه كل واحد يعرف روحه يعني كومو الى il pense كومو il analyse et comment il vient sur un plateau حنا نعرف انا الحمد لله انا كاين نرقد فلين نرقد يعني هاني ولكن كاين ناس وللاسف مانيش يعني نجمع ولكن كاين ناس مازالهم يمشوا في هذا في صحيح. يعني واحد الطريق للناس كامل راهي عارفه خلاص خلاص يفو تورني لا باج اليوم انا نتكلموا على فريق وطني خويا حبيت الاتحاد كريتيكي الاتحاد وي اليوم باريزون بالماضي لا كريتيكي لا فيديراسيون الا لي زا ديزافوي انديريكتومون مي ولكن لما تكلم اليوم صح شكون هو المسؤول زاتشي هو المسؤول هنا هو رئيس فيدرالي ولكن هل يا ترى زاتشي هو اللي لحق البطوله الوطنيه الى هذا الشيء وهل راه هو اللي لحق البطوله كاين يعني انتو سيتو منظومه رياضيه بالوزاره تاع الشباب والرياضه يعني سيتو بلي دي جي اس يعني منظومه ابراهيم شاوش ابراهيم شاوش انت تكلمت قلت هذا هو النفاق واش تقصد يعني في نفاق دوك هذا فهمك سي با لو برومي ولا لو داني لا ماتريكو سي دي غران جوار ما تريكوات وصرات صاريف مزعف جوار واش يرمي يرمي سلاح يبين اين كاين اللي يخرج ينحي تريكو مزعف يرمي معليش خلينا حنا نقولوا سوبوزون ما رمى السلاح رمى تريكو هذه حاجه باينه يا ترمي البالون شوف يذبح البالون يا ترمي تريكو معليش انا نروح لك بلوس كو سا حنا شفنا رام دي مينيستر كانوا يكريتيكيو في في الرئيس الجمهوريه ولاو دي مينيستر بيرسون ناوزي من هادو هما لي جورناليست خلينا سبورتيف ولا بوليتيك ما قالوا لهم انت كيفاش تا كنت تكريتيكي في البوفوار دوك راك مع البوفوار هذه نعطي لك علاش قلت لك هذا نفاق حنا رايحين لا غومبي تجبد لي تريكو تريكو خليه مع الاخر كي تشوف هذا بلي عماها كاع وماهوش مدرب قول له انت ديجا رميتنا تريكو عام عام خلي يا سيدي وجبدها لي سيدي شوز بالك ما كيتكلم على مدعى على انفراد معليش بالضحك صح لا دوزيام لا دوزيام ديجا تشوف انه ضرب استقرار لا لا, لا هذاك ماشي سؤال كاع هذا ما كانش منه كاع نورمالمون غير يقول له يقول له بون او بروشان خليها هكذاك انا نعطي لك حاجه حنا دوك جينا هنا باش نهضروا على الفوتبول حنا ما جيناش باش نهضروا على حاجه اخرى انا لا ليست لا ليست نقدر نقول لك بلي بوتيتر كان يكونوا زوج حبيبات ثلاثه فهمني يا سمعني واش راح نقول لك معليش بصح كاين حاجه هو دار ان شوا هو ياسوميه سمعني مليح غدوه من غدوه هدايا يولي يدير لي ريزولطا كيما حالي لوزيتش كاش واحد كان يريكلامي في وقت حالي لوزيتش يقول له لي لوكو كانوش راكم كنا نتبعوا الريزولطا باسكو حنا على بالك لي زالجيريان تبعوا الريزولطا تو بابيان معليش حالي لوزيتش كي داس لي مانيو بالكلام كيف رجعهم راني جاي كان جاي بين هو خويا منا قال لك لا لوا تاع الباماس انا نقول الحمد لله اللي داروا لا لوا تاع الباماس دونك نقول لك علاه يا لو ماروك جارنا كي اون طري دو سيف لا ميم لوا غير ما لعبنا لي او 19 مع المروك خذينا خمسه لا ليست تاع لي او 19 تاع المروك فيها 18 جوار ايفوليو ان اترونجي علاه عايشين بزاف في لا هولندا في لا بلجيك خويا انا ميم تفورميهم لي هذوك ماشي سمح... لا عندو لا لا سامحني سامحني لا 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 ما تغلطش هو يقصد لك عندك الوقت تبدل عندك الوقت تبدل هو يقصد لك انه المدرسه المدرسه الاوروبيه انا نهضر دي بوليتيك على بالي بلي سي اون نيفو دي سينيور لعب في لي سبور معليش بصح قول انت قلت على بيفالباما حنا الجزائر بيفالبوتفليقه اللي رحنا لكاس العالم راح تقول الحق خليني خليني هو الحق لا لا شوف شوف هذا هو الحق ديما حبيت تقول الحق ديما ديما حبيت تقول الحق لا لا شوف زين زين حنا نشوف المديره ديما 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 على بالي انت وين حبيت تولي ايفو با نيجليجي بلي راه وراه جاب سوالح ملاح راه باسي با زان زيرو لا خليني نكمل لك خليني نقول لك مصطفى سي البريزيدون خلوني نهضر ولا ما تخلونيش خلوني نهضر افضل منه اداريا رئيس خليني نقول لك من فضلك من فضلك خليني نفضل دوك انتم نسمع لكم ولا ما تسمعوليش كيما هو انا ما نخرجش نخرج نتخبى هنا دوك انا نهضروا ان فيريتي زين يقطع نهضروا ان فيريتي نهضروا ان فيريتي انا ليا كيش لو ماتش على 5-2 انا ملوش لي جوار تاع ليكيب ناسيونال تاعنا باسكو مساكن كون نشوفهم يونطرينيو كيفاش ياكلوا اسكو كاين لا ريستوراسيون تا تخدم جوار زوج سوايع مسكينه كادي وتبعثوا للدار هكذا وتقول لنا شو 30 في لا فورماسيون لا لا خويا انا الجوار تاعي ما نحرقوش
حنا نو سوم اون طران دو بلور دو بلور كيما هذيك خطره قلت له لي جوال اللي داهم لعبوا ماجر احرقهم باسكو ما تكلوش السلاح باش يحارب خليه قبل لي تفورما وكلش انا نقول احتراف يا صاحبي شنو احتراف انا نلعبوا فوق الطرطون ها انا نلعبوا فوق الطرطون لا لا معليش معليش انا في القائمه بالماضي وجيت اسا بلاس بوتين دي لا ميم شوز نقول لك علاه باسكو سي ان ماتش هذايا اكور تيرم عندي سمانه نروح نربح بصح لو كان لي جورنالست كانوا انتيليجون قال امسيو بالماضي لي جوار هادو ما لي كونفوكيتهم لا نفسيه معليش لا بوليتيك هذه يتسمى انت تو او تي بون بوليتيك تاع لي جوار 100% يجوا من هنا ولا لا لا معليش ولا محلي يجاوبك ولا بلاش يقول لك راه يقول لك دو بوزي لا كيسيون فوالا ما تقولوش وعلاه المحترف نحيتو انا يروح يربح في لا غومبي يدير ديجا لا كونفيونس يربح لا كونفيونس باسكو هذه حاجه كبيره ومن بعد ضروريه في اول مباراه ومن بعد يا جابو اللي يقدر يا زغبا اللي يقدر يكون في لي تروا غارديا انا من بعد انا ماني لي مينيش صافي نفسيه برك ياسين تاع القائمه كاين قراءتين يعني اليوم واحد كما قال لك مقبيل ابراهيم يعني جمال بالماضي قبل ما يجي المجيء تاعو الى الجزائر قرا كل العوامل تاع هذا الفريق الوطني يعني الى فريمون بيان ايتودي لا شوز انا نعطيك قراءتين اليوم جمال بالماضي جا مشى مع المانجر حكيم الداني للملعب شاف مباراتين ولو ما نقولوش بلي ثلاث مباريات شاف يعني ثلاث مباريات شاف اللياقه البدنيه هو الاهم في بدايه الموسم وشنو هو الاهم اللياقه ايضا لان دوكا لي كاباسيتي خاصه في الجوار نعرفوهم دوكا واش يسوى فلان ولا واش يسوى فلان انا اليوم نقول لك ما غلطش في حق اللاعب المحلي نقول لك وعلاش ما غلطش في هذه القائمه الاولى اليوم نعطوا المثال يعني اللي يفهموه الشعب كي تشوف لا بريباراسيون تاع لي جوور ايفوليون على ليترونجي لي بروفيسيونيل اونتيرو غيمي لا بريباراسيون تاعهم ديفير دو لا بريباراسيون تاعنا نقول لك علاش ياسين اليوم كي تشوف لو ديبي دو سيزون تاع مولوديات الجزائر ومولوديات وهران في لا بريباراسيون داروا دي ريزولطا بوردو داروا معها ماتش نول لامسيو كانوا يربحوا دي سكور لارج في تركيا وفي شامبيون واش صار دوكا نتائج سلبيه اليوم كاين عوامل هي عوامل بدايه الموسم اليوم اللعب تاعنا معروف لاعب فنيان لازم دير له العسكر يعسو يا دراي دي يونطريني باسكو يتريشي مع بين شوشو يتريش يتريش مع اليوم شو انا شي با داكور اليوم مي زابار كيما قال لك انا جو تو دي اي جو لاسوم سامحني مي زابار عبد المؤمن جابو نضل كان مصاب يعني في المباراه ممكن جابو ضحيه المنصب تاعو كذلك لا لا ما ضحيه جابو مي زابار لا 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 سامحني سامحني القراءه تاعي حبي يشوف لي بروفيسيونيل اون فوا بور توت il va les voir faire le stage le comportement تاعهم يشوف بالك ceux qui vont jouer parce que même هذه la liste qui dit 23 ماشي لي 23 يلعبوا ما تقدرش تشوفهم كامل صحيح تفضل مصطفى اعطيني حقه باش تفضل تفضل اعطيني حقي نفسيه حول القائمه وخاصه اللاعب دابور صا جميل ابراهيم تبدا بي انا اسمع il faut être correct dans la vie ما لازمش تسود انت خاصه انت راك اجون دو جوار راك تريبريزونتي الجوار لوكال ما لازمش تسود قيمة اللاعب المحلي هذه واحدة سودو راك سودو دريبي على ديفوندر واش بيك لا 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 ديفوندي انا باسكو درك نديفوندي افيك ارغومون بصح تعطيني السلاح مسكين اسمح لي انا درك انا الى في سون شوا جو لو يحترم دونك تقول لي اعطي لي القراءة تاعك نعطيك القراءة انا كي تقولوا لي ما كانش شامبيون ايماجينو ايماجينو باللاكان هكذا ايماجينو راكو تقولوا ما كانش جوار لوكال اللي قادر يلعب في الفريق الوطني حاليا ما قلناش بالماضي يا وشاف لا لا إيه صح ما قلناش ما كانش اطرافير قلنا في بدايه اطرافير لا ليست ما كانش لا الفورما الفورما اسمع ما تقدرش تسامحني مصطفى واش قادر بالماضي اون برو لو جوار لو بليز اون فورم دو مومون اسمعني اسمعني اون ديبي دو سيزون بور لانستون اون ا فيو كو لي جوار اكتوال ماهمش في فورما عاليه تفضل تفضل انا انا لا ليكتور كو جو في سي كو سي ان روتور ا لا بوليتيك دو روراو زدشي اطرافير لا ليست لكن واش دخل زدشي وليد القائمه كنت تخليني نهضر يا مصطفى زدشي وليد القائمه وكنت تخليني نهضر وكنت تخليني نهضر تفهم قلت لك زدشي اطرافير لا ليست تاع بالماضي اي لا بوسي زدشي ادوبتي لا ميم بوليتيك كو سي دو روراو سي تادير هل تعتقد ان زدشي يفرض على بالماضي ما فهمتنيش راني نهضر السياسه تاع السياسه اوني ريفو سياسه بالماضي هو اللي خير اللاعبين اليوم اليوم ولينا ولينا ما تقدرش تقول إيه. ولينا لا بوليتيك دو تو بروفيسيونيل اكيد اسمح لي لا بوليتيك دو تو بروفيسيونيل الا ادوبتي روراوا
حاربنا هذيك السياسه يا سيدي هكذا قلنا نقولوا باللي كاوليك لي بيناسيونو هادو ما قدرناش نربحوا زيمبابوي ما قدرناش نربحوا السينيغال ما قدرناش نربحوا تونس هكذا يفو دوني لا شونس لوكال ما جيردا بدا يعطي لا شونس لوكال مي بور سون مالور ولي دي لي جوار تيتيلير لي لعبوا في الكلوب تاعهم كان يجيب لنا لي روبلاسون علاه كارثه علاه كارثه استمو في شوا اليوم انا اوبسيرفاتور انا نقول لك اليوم بالماضي ايلوري بو ايلوري بو ما عليش ندخل كنت نقول كان قادر يبويزي طروا كلوب هذو لي طروا كلوب ايزون كومام في ان اكسيلون باركور في لا كوب دافريك يا اخي احنا نروحوا نلعبوا لا كوب دافريك ماشي لا كوب جيمو راك تهضر لي على ليكسبيريونس لادابتاسيون وبفاق الصيف ان اكسيلون باركور يقدر يبويزي كيما حبات لويزما مولوديه فهمتني هذو سي دي زيكيب كومبيتيتيف مازال عندنا كاين كاين دي جوار ففي هذه الطروه كاين سون بري كومبيتيتيف كو سيرتان جوار اللي جابنا ما ماهمش يلعبوا في الكريبتا عطينا القراءه لماذا اختار بالماضي القراءه شوا انا باش نقول لك زدت شي دخل لا لا جي كومباري قلت لك زدت شي ان سوري اوبليجي ماتنو ضدو بلا كاين دخل زدت شي بالماضي اللي دار القائمه ونعرفوا انه بالماضي اللي خدم ماشي لا بوليتيك ديال الفيدراسيون مصطفى معزوزي زين فقط في نفس السياق اعطيني القراءه ما تقوليش شوا فقط خيار فقط اعطيني القراءه تاع بالماضي انت كمتابع كإعلامي تابعت يعني العديد المدربين تاع المنتخب الوطني اعطيني قراءه لماذا بالماضي اعتمد فقط على المدرسه بين قوسين اللي وراء البحار هذا السؤال طرحوا له ليه انا نقدر نقول لك اوليو تجيب الكسندر اوكاجا كان قادر يجيب زي ماموش يا اخي كاين قال زغبا بون انا نهضر على لي جوار اكسبيريمونتي على المدى البعيد وي جو سوي داكور اللي طوطران ديك دا كومبليير نيكسيون سيزون مع الصيف بصح انا نهضر على لاكان لو كور تيرم لو كور تيرم كاين دي جوار ما تقوليش واحد كيما جابو ما يعرفش يلعب كره القدم سي با نورمال مي لكن جابو هل تلعب ابراهيمي ياسي هل تلعب ابراهيمي ولا تلعب جابو ياسي كاين حاجه كاين يقول لها احترام احترام بالاضافي ان شوا ولكن كاين قراءه مصطفى كاين قراءه شوف كاين عودت اونتر جيمي مغضوبي عليهم ولا اللي كانوا يعني في شجارات قال هذيك اللي فصلوا لا ماشي هو ماشي هو المدرب مش على بالماضي نحكوا على اللاعبين بيناتهم كنحكوا الحقيقه طايدر كان ايكارتي فيغولي كان عنده ياك شجارات يعني كاين تبادل تاع كلمات بينه وبين كوادر اونتر جيمي تاع حتى مولحي لي نوفو كادر تاع ليكيب ناسيونال باسكو خلقوا كوادر اخرى اليوم كي تشوف يعني حتى بعوده اللي شفنا ابراهيمي هو اللي لو كابيتان ديكيب يعني حتى بمجيء وزير الشباب والرياضه الى مركز سيدي موسى شفنا ابراهيمي هو اللي قدم اللاعبين اليوم انا نظن يعني القراءه هذه تاعي انا نظن بالماضي يعني في لو شوا تاعو دوك لو ريزونمون تاعو انا جو بونس دوك ماهيش داخل في راسه يعني هذه فرضيه نظن حب يجيب المحترفين وحدهم ويشوف يعني المحترفين يقصر معاهم يعمل دردشه معاهم ويزيد يصلح يعني بين اللاعبين سامحني تكلم سامحني تكلم زاد تكلم وعلاش جاب بدران باسكو عبد اللاوي كان مصاب كان مصاب عبد اللاوي لا مصطفى دوك انا نتكلموا كان يعني عنده دردشه على انفراد مع لاعبين حب يفو ام تي بو يعني شخص اين هو المشكل اين هو اللي هو لو مال يعني لو باكي بلاس وين المشكل وبعد ذلك هو ايضا ما كانش مقتنع سامحني ما كانش مقتنع ب يعني المستوى تاع البطوله الوطنيه ولكن هذا ما حبش يقول ما حبش يقول ما حبش يقول ما حبش يقول يا مصطفى سا فو با دير كو دون زان موا اي فا با شونجي دافي لكن هو قال لك لي كون كي شونج با دافي راح نعطيك الكلمه فقط مصطفى تفضل راح نعطيك بركه حبيت نقول لك الى في ان شوا لا فيه شوا حنا نقدروا نعلقوا شفنا مين في لا كوب دي موند الفريق الفرنسي يا يو بوليميك على بنزيما ناطقيه دي شو كاس العالم ديال كاس العالم حنا درك ان شاء الله ما يكونش غلط ان شاء الله ايفانو بروفي باللي فينالمون هادو لازم نحبسوا كاع الشامبيون ما عندناش ياسين صحيح فقط ابراهيم نذكروا انه بالماضي قال في الندوه الصحفيه انه الباب مازال مفتوحه امام لاعب المحلي ما تقوليش انا عبد اللهوي باللي سيتاني اني استني ميكري عنده شنو يقولوا خليني نفهمك حاجه لا دوخه انا واش حابين نفهمك اطراف القراءه تاعو ونساندو شويه في واحد الراي وين قال باللي
صح نقدر نقول لك بلي لا بريباراسيون ما مش يلعبوا في البطوله الوطنيه اون اوروب خلينا خلي شوف لا لا ماشي ماشي لا لا ماشي لا كومبيتيسيون جو دير انا بريباراسيون لا بريباراسيون باسكو دونك نقول لك علاه على بالو بلي لو ماتش تاع لا غومبي سو فا جوي بوكو بلوس 90% سو لو بلان فيزيك باسكو علاه ما يخفاش عليك هو قبل ما يدير لا ليست جا شاف مولودياس استنى جا شاف مولودياس تي الجوار لي سيتي تلكني طروازي صحيح ممكن راهو ديجا سي دي بلاسمون دقيقه انا جايك مصطفى تكلم لك على الظروف المناخيه المهمه كذلك مصطفى طرح نقطه مهمه انت تتكلم على اللياقه كذلك في افريقيا ماشي فقط اللياقه الظروف المناخيه اللاعبين تاع اتحاد العاصمه ولا وفاق صيف ولا المولوديه لعبوا في افريقيا صح انا ما كانش مطوبه لكن هناك ظروف مناخيه خلينا هذه مثلا حسني ما عندوش خبره في افريقيا الظروف المناخيه هذه هذه ما زيدوش جبدوها لنا باسكو دون نقول لك علاه محرز ابراهيمي دايرين لاكان دايرين لي ماتش في افريقيا زيد شكون علاه جاب لي 12 جوار جديد عندك انا نقول لك عندك هذاك ابو لحيه يهضرنا على رونتو تاعهم تما بصح حسنا نفهمك خليني نفهمك حسنا نفهمك خليني نقول لك جا شاف الماتش تاع مولوديا سطيف بون سي با الله غالب مزهرهم لعبوهم على الزوج حسن انا عييت انا كنت نشوف عييت ماشي لي كيما كانوا يلعبوا يفو دي لا فيريتي كل لعبتو مع 9 تاع الليل نقدر نقول لك باللي بالك بوتيتر قشه تاع لونطونت لي دروا نديه باسكو راهو ديبي سيزون ذا وخلعني يروح يبينيتري فودي لا فيريتي منصب يلعب فيه معنا قول لي جابو زغبة راني معاك شوف سطيف جابو زغبة وبدران سيلي بدران لابريف سيلي بيلي تاع وفاق لابريف كي تبليس عبد الوهي كان قادر يدي كادامورو ولا يدي واحد اخر صح واش دار جاب بدران صافي دير على اول عين صافي عجبوه صح انا حاجة صافي شي كوتر دي انا لا لا باسكو ماشي كيف عجبوه لا لا ان جوار اسمع صحيح صحيح خلينا اللي صارت ما داروش القائمه الموسعه صحيح صحيح لا بوبليي صحيح ابراهيم باختصار ربحني ابراهيم كمل النقطه الخاصه باللاعب المحلي واش حبيت نقول لك انا سيد عنده ماتش في سمانه الى في سون شوا يقدر او ربح لا لا او ربح في غومبيا صافي مش نهضروا على المحلي ولا يخسر في غومبيا نردوهم كاع محليين لا لا صحيح الى في شوا اسمعني مليح الى في شوا حنا وقدرش نقدروا نجيو نقولوا باللي لا مين كرواس المحلي في الربع سنين نعرفوا اسكو هذا راح صحيح هذا اول امتحان واول مباراه في ظرف زمني جد قاصر مصطفى معزوزي نقطه مهمه كذلك واللي طرقنا لها وانت كذلك طرقت لها في العديد من المرات هي الانضباط في المجموعه شفنا شخصيه تقريبا تاع جبال بالماضي خلال الندوتين الصحفيتين شفنا انه عنده شخصيه قويه لكن بمقابل ذلك شفنا انه شخص بين قوسين كذلك انه شخص يعني منرفز نوعا ما بمقابل حاله لا انضباط اللي فندها في السؤال تاعك لكن احنا نعرفوا انه كاين حاله لا انضباط في المنتخب الوطني هل ترى انه بالماضي قادر على اعاده الانضباط للمنتخب الوطني بشخصيته ام انه هناك تخوف انه هو مقلق كما حتى بسطوها يفهموا هو مقلق مع لاعبين متمردين ممكن راح الامور يعني تنفلت دابور يفو ديفينير لي زاك ديال ديسيبلين لو فات لو فات كي جيتي كيما يقولوا في وقت ورا سيتي دي شوشو بور مو سيتي ماك ديال ديسيبلين هذيك هذيك ينحيها هذاك الجوار يفو با سو تروفي يقدر يقدر السؤال تاعي يقدر ما يقدرش ينحى نعطيك مثال نعطيك مثال شوف مصطفى نعطيك مثال مثلا ابراهيمي لما خرج مره وضرب يعني الكلاسيير احتجاجا على تغييره مع الشخصيه اللي شفناها تاع بالماضي انه مدرب متسامحش مع الهاتف كيكون شاعل في الندوه الصحفيه هل توقع انه ابراهيمي مثال فقط مانيش نتكلموا على ابراهيمي كلاعب ابراهيمي ما راحش يدير نفس واش كان يدير سابقا ولا انه يدير هو بالماضي يعني هو ممكن تفعل بالماضي لا الا الا ريبوندو كي قال له هذاك اسكو فوزالي كومون اليفو اجير افيك لي جوور كي بوف جيتي ان مايو واش قال له قال لك كي بو لو فير
avec qui peut le faire شكون يقدر يرمي المايو صافي دير لي طاديسبري تاعو ديتيرميني اللي ديتيرميني بين الكلام والواقع امر مختلف كذلك دونك نشوفوا لا جيسيون في الواقع ياسين انا نقول لك زين فقط انا واش نقصد انا واش نقصد ماشي نقصد انه في الماضي ما حش يقدر يديرها نقصد انه اللاعبين ياسين حوا رايفات ممكن انه الا شافوا نظام عسكري ممكن يتمردوا اكثر يتمردوا كي يشوفوا واحد عنده شخصيه سي دي بلور نيشار هادو لي زانديسيبليني في ليكيب ناسيون دي بلور نيشار نهار ما عجبهمش رايفاج واش داروا ما راحوش يهضروا لرايفاج باسكو مي رايفاج كان عنده شخصيه راحوا لرئيس الفيدراليه ورئيس الفيدراليه ما مشاش مع المدرب تاعو مشى مع اللاعبين هذه لي رور دونك اي بونس كي سون انتوشا ما تصراش مع انا كيسمع وزير يقول لك محرز ما يقدرش يرقد في بلاصه هذيك في الصوت ديجا هذا سي كان ديسيبلين فهمتني ديجا انت محرز هذا عطيت له ستاتيو ما لازمش نعطيو له ستاتيو لازم محرز معاه بالماضي يشوف بلي كسي تا جوار كيما هو كيما الاخرين يا با دو سوبر جوار يا با دو كيما نقولوا لكن معروفه كريستيانو في الريال عنده مكان كي قالوا عنده مكانه هذا بوزيتيف يقدر محرز يكون بوزيتيف اوليو بالماضي يقولوا اوليو بالماضي موتيفي لي جوار يقولوا كور سي با لا بي سي تا مود لي موتيفي يحكم لي جوار يقول انا نلعب ولا الجيري الشعب مسكين شوف الشعب مسكين او في الميزيريا لازم حنا بور فوا نجيبوا لهم لي ريزولتا نسيو في البروبليم تاعهم تفضل صافي باش نتكلموا انت تكلمت على رونالدو ولا ميسي ولا اللاعبين اللي عندهم يعني مكانه خاصه في المنتخب ميسي حتى وين هو يقدر هو اللي يجيب المدرب ولكن سي دي جوار كي تفون لا ديفيرونس في التيران رونالدو كي يدخل في التيران شفناه في كأس العالم يماركي لك تريبلي يماركي إلي ديسيزيف هذا هو الفرق بين ان جوار كيا كاريزما اللي عنده يعني اون بلاص هو اللي تقصد انه محرز مازال ما عطاناش لا لازم يولي هو محرز يعني ما راش نحكوا على لي كاليتي تاعو سور لو تيران ولكن هو سي كلكان دو ريزيرفي اون لا سونتي محرز ريزيرفي بارابور لاعب اللي ما يحبش يتكلم على بها ما يحبش يعني شرط القائد وما يعني ما هذه داخله في طبيعه سامحني يقول لي على التمرد ولا على بالماضي داخل ارضيه انا قلت عفسه مع بالماضي والله ما يتمردوا نقول لك وعلاش الفرق اليوم اين يكمن شوف بالماضي ديجا مقارنه بالناخب السابق ما تكلمش على لو سي في تاعو كلاعب سابق لانه كان يتكلم ما كاش يفالي يعني قاعد كومبليكس كان لاعب كبير لاعب في اكبر واعرق النوادي مارسيليا سيتي باريس سان جيرمان جات في اعرق النوادي الاوروبيه يعني هو ما تكلم بقبعه المدرب ولذلك نظن اليوم اللاعبين عندهم يعني فرصه وعندهم اون شانس اليوم عندهم الاخ الكبير يعني في السن يعني هو يعني صغير في السن جمال بالماضي ils ont intérêt هو جو بونس كو il va le essayer de leur faire comprendre بلي راهو كاخ الكبير يعني ماشي كالاب ils peuvent tous dire تكون لا بروكسيميتي في لا ديسكوسيون بينو بين اللاعبين ولذلك ما يتسامحش معاهم لان جو بونس كو il a déjà mis une ligne de conduite و دالهم لي لين ا ne pas dépasser فهمني ولذلك لي ديباسيها مع بالماضي نظن ما يزيدش يولي الفريق الوطني ابراهيم شاوش في نفس النقطه هل تتفق مع هذا الطرح لانه كما طرحت السؤال على مصطفى ما بين يكون شخص يعني متطلب كثيرا ومتنرفز ولاعبين احنا ماناش نتهموهم لكن وقائع مر عليها المنتخب الوطني تؤكد انهم يقدروا ينحوا مدرب كيف ترى الامور انه ممكن نشاهدوا سيناريو اخر لحليل وزيش اللي يقدر يتمكن من المجموعه ولا ممكن تنفلت لا قدر الله يعني الامور داخل المنتخب شوف باش ما يخفاش عليك انا قلتها لك في لا بريمير ديكلاراسيون تاعو كي جا دارها هضر على لا ديسيبلين ويلا انسيستي على لا ديسيبلين شوف ديجا هو عنده اون فورت بيرسوناليتي عنده شخصيه قويه صح ما يلي نيرف بصح عنده شخصيه قويه وهذا سي ناتو ليه باسكو كي تبان ضعيف شخصيه قدام جوار راهو اكباسيت معاه بصح كي تكون فور دو كاركتير و اون بلوس لعب في لو شامبيون فرونسي ويعرف ا بوبري العقليه تاع الفوتبولر اللي تربى اون فرانس جو دير حتى هو ولا اون اوروب نفس البيئه كذلك هو كيف نفس البيئه على بالي هو كي جا قال لهم واش تلافونتاج ليه قال لهم با دو تيليفون في البيس ولا حنا كنا شفناها في البونتوش صح على موريتاني خليني نكملكم ما
ماشي غير مع رموطه مع ماجر شفناها محرز بالتليفون ديجا موريتاني الماتش ما كاش مانشستر في لافيفا باش نروحوا ابعد من ذلك نكمل كيف جوار ما يلعبش استنى نكمل لك معليش هذه تاع التليفون المدرب جا دير ديلين على بالو راهو كان يدرب مالغري البطوله هذيك ما كان ماهيش دايبه بصح هو طريقه التعامل تاعو مع اللاعبين واش البطوله في قطر او قول كيف وما واش ينجح في قطر ما فهمتنيش تاع حتى مدرب واش مقارنه ما قدرش تقارنه حبيت نفهمك باللي مام هذا ما جاناش من الشامبيونات تاع الانجليز بصح كان في البطوله تاع القطريه بصح طريقه التعامل شخصيتك وطريقه التعامل وانضباط كيما في قطر كيما في لاشين كيما في الجيري سي اون ميم ديسيبلين سي لا بيرسوناليتي دو لا بيرسون شخصيه ذاتيه تاع الشخص انا نقول لك حاجه ما راحش يشراو ديك ديسيبلين واللي يغلط انا وهذا ما اللي يغلط ولا غير يدير كرو صحيح باسكو والله ما يزيد الوقت داهمنا فقط مصطفى معزوزي لو نتكلموا على المباراه ظروف المناخيه ارضيه الميدان وفقا لمفادينا الى هناك كمال مهوي ارضيه يعني غير جيده الظروف المناخيه ما كاش رطوبه لكن درجه حراره عاليه وتساقط يعني مناخ استوائي ماهوش عاليه يعني ماهيش عاليه لا لا هناك درجه حراره رطوبه ماهيش عاليه لكن هناك مناخ استوائي بصفه عامه لا نتكلموا كذلك على ارضيه الميدان الظروف اللي تكلمنا عليها اللي تحيط بالمنتخب الوطني نتكلموا على المنتخب كذلك الغامبي اللي كذلك وحب يعني يحقق نتيجه ايجابيه في ميدانه كيفاش راك توقع المباراه سصرا ماتش اوفر سصرا ماتش اوفر باسكو انا ما نخافش لادفيرسير نخاف الفريق الوطني تاعنا اللي كابابل دو مير كو دو اي دو بير انا درك مع بالمادي ولا لي سبور بتيتر جوي ايفاكوي البير البير سي دو بيرد ولا ديروا ماتش مع تفرج اليز ماشي مقلق ما تقلقش علاش ما تقلقش انا بار كونتر تقول لي على الظروف ما راناش في اوروبا رانا في قاره سمراء رانا في ما بدلناها هذه هي لافريك لا كان الظروف اللي يشوفوها في لا غومبي يشوفوها في اوندي يشوفوها انا نشوف الملعب فهمتني خير تاع تشاكر والله خير تاع تشاكر واش احنا عندنا اللي اصطاد ملاح مي حنا ما كاش دونك شوف لا موتيفاسيون سي امبورطون وكيما يقولوا نقولها بالعاميه سي با ماتش لونترينور سي سي تماج دو جوور اللي رد الاعتبار الكره القدم الجزائريه سكلنا عليهم امام نيجيريا وخسرنا ما تقوليش المباراه تاع هما سوا سوا يكون مهم اون ان سور سو دورغي دو لور با سوا شكون اللي يدير لهم لو سور سو لو سور سو سي لونترينور سي لونترينور سي لا موتيفاسيون لازم لو ديسكور لي مو شوازي هذوك هما اسمع انا نعطيك معلومه هذا اللاعبين بالك تقول بلي في فليرين يوم يتكلموش على لي بريم لي بريم لكن من حقهم اذا فازوا من حقهم لك دونك مي هذا حتى انت واش تخدم باطل ولكن ولا انا نخدم باطل ولا زين يخدم باطل ولا حتى براو يربح وبرك مي مشيو شو بلو كيفاش انت حاب تخلص انت حاب تخلص لاعبين الناس قالوا يربح وبرك انا نقصر انا ما نقدروش انا نقول لك هل توسخوني لماذا المفهوم هذا توسخوني من حقك هذا مجهود وتدي المقابل انا جو سوي لوجيك انت خرجت من الموضوع انا يقول لك ميم سور بلان دو موتيفاسيون فينونسيير يفو الفير يفو فير ان ايفور هذا سي لو رول دو لا فيديراسيون ومن حقهم اللاعبين انا غدوا بريزيدون فيديراسيون يا يلا اويا اوني فاست يو ريكومونس افيك بن مادي كنا في وقت بلا ماجير فوالا لي بريم ل شحال كانوا يديو درك هيا جو موتيف هيا جو فير ان جيست ان شاء الله سي سرا نوفو ديبار فهمتني ان شاء الله ان شاء الله برك ان شاء الله برك يزيدوا يحيونا المخايد هذا باسكو خفت فريق نائمين زين عامر يحب الامن والاستقرار زين عامر قبل الفريق الوطني الجانب المالي يفتح موضوع مهم جون افريك مجلس جون افريك شفت عن الراتب تاع الناخب الوطني جمال بالماضي واللي كشفنا عليه سابقا اللي تنازل على ثلث اضعاف واش كان يتقاضى في نادي الدحيل القطري هذا يبين على انه جمال بالماضي يعني عزيمه على النجاح مع منتخب جمال بالماضي شوف العزيمه منتخب بلادي عفوا شوف لان جمال بالماضي ايضا يعني هو ما يقدرش يعبر عليها ولكن يعني تقاس شويه في المره الاولى الناس تكلمت عليه كان جاي ما جاش فهمتني نقولوا بالك طوميو بو لوي
باسكو ميم هذاك لو مومون كان صعيب ايضا يعني بالك دوكا هذيك لا طومبيت بالك خلاصت هي يعني لا طومبيت زاد كملت على ماجر المنتخب هبط المستوى ما كاش غير المستوى يا في ان انفيرونمون اوستيل المحيط ايضا الخارجي تكلموا على المحيط الداخلي ولكن كاين المحيط الخارجي المحيط الخارجي ايضا كان يزعزع استقرار الفيدراليه وزعزع استقرار الفريق الوطني مزيه دوكا شغل سي لو كالم بلا جمال بالماضي جا في جو الملائم ولذلك لماذا ماكش باللي قدوم بالماضي هو اللي دار الكالم لا الكالم يعني ما بعد لاسومبلي جينيرال يا يوم بتي كالم واحد ما يكذبش يعني الناس كانت تتسنى واحد الامور لا بوليميك بين الرئيسين الرئيس السابق والرئيس الحالي يعني جمال بالماضي هو واش عنده يعني لو تريك بوزيتيف عنده كما قالك مصطفى الدعم الجماهيري الدعم الجماهيري مهم كي يكون عندك دعم جماهيري وكل جماهير تلتف حولك وعندك يعني حتى الصحافه راهي لي سايد دونك نحو كلكو زادو لي بالك نقولوا بار ان اكسبيريونس باش ما نتهموهمش كاين ايضا دعم صحفي وين الصحافه الكل راهي ملتفه يعني حول جمال بالماضي ولكن كل شيء قضيه وقت ياسين دوكا هو ان با اون باغيت ماجيك فهمني ولكن هو الان يعني عنده دي دوني لي يخلونا احنا يعني احنا الصحفيين متفائلين ولذلك انا نقول لك يعني هو انت كما تكلمت على الحصص التدريبيه تكلمت اللاعبين غدا ان شاء الله انا ما قدرتش نتكهن على النتيجه ولكن نقول لك اتحس الفرق بين يعني واش جاز غير هنا وهنا وغدا فوق ارض الميدان تحس لاعبين يعني يلعبوا بطريقه اخرى ما لا خلي ابراهيم يتكهن بالنتيجه غدا هو اللاعب انا مانيش كاهن انا نتكلم النتيجه انا نعطيك حاجه السيناريو نعطيك حاجه برك انا بون انا نقول لك كي تكون اون ديسيبلين وان شيما تاكتيك ان بلان واش ما كاش وكي يكون ان انترينور اللي يعرف خدمته وكي يكون اون فولونتي تاع لي جوار خويا انا مانيش نقول لك هذا هو ما يخسروش بصح كاين حاجه تحس تشوف منتخب تحس بلي كتبني راك تبني في حاجه ان شاء الله نشوف لا غومبي باش يكون في علمك من 2013 ما ربحوش في بلادهم ان شاء الله انا جوبونس بلي نقول لك بون ما نتكهنش بالنتيجه بصح كاين اون فيكتوار انا جو سون لا فيكتوار دوما ان شاء الله شكرا جزيلا ابراهيم الشعب ان بعد ما جاء الي لوزيت كنا ربحنا في غومبيا اثنين مقابل واحد شكرا جزيلا نتمنوا التوفيق اكيد للمنتخب الوطني مصطفى معزوزي شكرا جزيلا عندي كوندوليونس نعزيو زميل تاعنا يزيد واهب بوفاه بفقدانه الاخت الله يرحمها نعزو الزميل نهنيو ثاني نهنيو زميلنا وميمزيني عرفو ممح بالساح بمناسبه ازدياد كل شيء مبروك شكرا جزيلا مصطفى معزوزي الشكر الموصول للجمهور الرياضي الجزائري اكيد كامل الغيبيه الشكر الموصول للجمهور الرياضي الجزائري الكريم على حسن المتابعه تقبلوا تحياتي وتحيات كل الطاقم العامل معي.